هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده هوريكم حبه رفايع لجهاز العروسه وحاجات مستلزمات للبيت وكده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واي حد محتاج فيديو معين يكتب لي في الكومنتات وانا عنايه ليه. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان ما نطولش عليكم وما نرغيش كتير. بصوا، اهم حاجه وحاجه اساسيه انك تجيبي اللي هي الرشاشه بتاعه الميه دي، بتاعه المكوى. انا وريتكم بتاعه المكوى في فيديو تاني، بس دي انا جايباها لو هعمل وصفات لشعري اي حاجه، فانا جايبه اتنين. انتي ممكن تجيبي واحده بس في جهازك لو ما بتستعمليش وصفات وحاجات لشعرك، فانا جايبه دي لشعري وجايبه واحده تانيه اساسيه للمكوى. حاجه مهمه برضو اللي هي الاقماع دي، او الحاجه اللي بتحطيها في الازايز وبترشي السوائل او تملي الازايز حاجات مش عارفه اسمها ايه بصراحه. هي اقماع كده بيبقى طقم كذا شكل وكذا لون، انا جبت التركي ده فحلو جدا. حاجه بصوا لازم تجيبوه بصراحه لانه مهم جدا. بصوا دي باسكت كده صغيره تمشي زباله لو هتحطيها في اوضه النوم او اوضه الاطفال، بيبقى الزباله بتاعتها صغيره. ممكن تستخدميها لو انت بتاكلي لب، تحطي القشر فيه. ليها استعمالات كتير لو هتحطي فيها ميك اب. انا جايباها ولسه مش عارفه استعملها ازاي، بس هي ليها استعمالات كتير. بصوا دي صينيه اهي، صينيه تقديم يعني، بس خامتها بلاستيك. طبعا في صواني تقديم اللي هي بتبقى غاليه دي بتاعه الضيوف، وفي صواني ميلامين، وفي انواع كتير. انا جايبه كله اطقم وفلت، فدي كانت بالواحده فجبتها وعجبني لونها جدا. بصوا دي فوطه مطبخ ليها علاقه بتتحط فوق الحوض. طبعا انا وريتكم واحده على شكل عروسه، وجايبه دي ابدل بيهم. يعني انت ممكن تجيبي اتنين فوط المطبخ كتير للتنشيف وكده، بس لا، دي لو بتنشفي بيها ايديكي لازم تكون فوق الحوض متعلقه. هاتي اتنين كويسين، انا جايبه اتنين اشكال مختلفه بحيث لو هتغسلي واحده تلاقي بديل للتانيه، فانا جايبه شكل عروسه واحده والشكل ده ابدل بيه. بصوا دي اللي هي بتهوي بيها لو انت بتشوي، انا من عشاق الشوي فجبتها بدل ما تهوي بورقه والكلام من ده. دي نازله جديد اسمها ريشه شوي، فعمليه جدا بالنسبه لي، مش عارفه بالنسبه لكم ايه. بصوا ده كوستر للحاجات السخنه سيليكون، هو قطعه واحده. انا جايبه هو صغير وجايبه ده وجايبه واحد خشب للصواني الكبيره، فعجبني جدا ده وجبته. بصوا ده طقم تسالي او طقم تقديم، هما خامتهم بلاستيك، بيبقوا ثلاثة مع بعض، حلوين جدا للسمبوسك، للجلاش، للحلويات. هتقدمي فيهم مكسرات، يعني شكلهم مختلف والوانهم حلوة وفكرتهم جميلة. يعني انت لازم تجيبي طقم تسالي او اتنين. بعد كده انا جايبة دي اللي هي المردانة او النشابة الصغيرة اللي هي بتعملي بها كده. انا جايبة الكبيرة وجايبة دي. دي عملية جدا لازم تجيبوها لو انتم مهتمين بالحلويات والمطبخ وكده. دي اللي هي مع الكنافة او اسمها كورنر. بصوا انا جايباها اعمل بيها معجنات وكنافة وكده. هي بتبقى ستة مع بعض الباكت، في خامات، في خامة خفيفة وفي خامة بتصدي وكده. النوع ده نظيف جدا وانا جربته قبل كده، جميل جدا وتقيل جدا، بصوا حتى مش بيتم، فجميل وبصراحة عملي جدا لو انتم مهتمين يعني وكده. بعد كده الطقم ده اسمه ستريبر كيك، هو بيبقى اربع قطع، ده اللي تفردي بيه كريم شانتيه وتفردي بيه الصوصات على التورته وكده. هم اشكال مختلفه، في مشرشر وفي متساوي، اهو اشكاله بصوا اهم. فانا طبعا بحب الحاجات دي وبحب اعمل فجبته.
اهم حاجه لازم تجيبها عروسه مكنسه والمساحات والكلام من ده. انا جبت المساحه المكنسه دي، طبعا انت جايبه كهرباء او ما جايباش لازم تجيبي دي، يعني انا جايبه كهرباء، فمثلا هكنس السلم هاخد الكهرباء على السلم، مفيش الكلام ده، فلازم اجيب واحده يدويه. فانا جبت دي، هي ماركه تركي، الواناتها تحفه وخامتها بصوا تحفه، فجبت دي بس لسه ما جبتلهمش العصيان. وريتكم الفيديو اللي فات او اللي قبله، الشمع الفواح اللي هو بيطلع ريحة بالوحدة. دول بقى طقم، ده شكله زي كوبات صغيرة، بيبقى اربعة، في منه روايح كتير. انا جبت اللون الازرق، يمكن انتوا ما بتحسوش ريحته حلوة، بس لما بتولعه وبيعمل ريحة في الشقة بتبقى حلوة. بصوا يا جماعة، دي كفترات بس للمج، يعني حاجات صغيرة. بصوا هما طقم ستة، اشكالهم مختلفة. بصوا، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، اهو دول كانوا مع بعض باين باربعين جنيه او بتلاتين. حبيتهم جدا وجبتهم لانهم عمليين وحلوين. بصوا الفوطة دي انا جبتها على اساس برضو فوطة مطبخ وتتعلق وكده، بس بصوا طلبتها اونلاين على اساس هتجيلي خامة فوطة بقى وكده، جات لي ورقه. بصوا، بس طبعا مش هرميها، اكيد ليها استعمال، ممكن انشف بيها الرخامه، حاجات كتير يعني ممكن استخدمها فيها. تمام. بعد كده دي الشوايه، اللي هي شوايه اللي بتحطي فيها الحاجه وتحطيها على الصندوق بتاع الفحم. بصوا انا جايبه شوايه للبوتاجاز اللي بتتحط على البوتاجاز، وجايبه جريل، وهعمل، جبت دي تقيله جدا، وهعمل صندوق عموله، هعمل شوايه عموله، لان بحب الشوايه بتاعه الفحم جدا. بصوا دي تقيله جدا، في منها انواع خفيفه وكده، بس انا جبت دي كان سعرها غالي بس عجبتني، لانها تقيله وهتعيش معايا ومش هتصدي. بعد كده جبت الجوانتي ده اللي هو بيبقى مبطن، بصوا عشان السخونه. بصوا الاشكال بتاعته، عليها بومه وكده. انا جايبه كذا واحد، واحد تاني معاه طقم يعني مسكات وكده، جايبه كذا جوانت يعني. وبرده في الاخر العروسه هتستخدم بفوط، هتمسك بقماشه وكده. بصوا القمع ده، ده لوحده بيتحط في كيس، بيجي لوحده يعني مش طقم. وريتكم في فيديو الطقم اللي انا جايباه كان 12 شكل، بس ما كانش فيهم دي. بعتذر. دي مهمة جدا للدوناتس والبامبلوني، لو انت هتحشيهم، هما في دوناتس بتتحشي او حاجة اسمها بامبلوني بتتحشي، فانا جايبة ده انها بتدخل في العجينة من جوه وتطلع الكريمة او الشوكولاتة او كده، فانا كواحدة مني بتحب الحلويات وكده شايفاها حاجة مهمة. انتوا ما شايفينهاش حاجة مهمة ما تجيبوهاش. اخر حاجة معايا في الفيديو، دي اخر حاجة اللي هي الجزامة. بصوا الجزامة دي في منها 4 دور و5 دور و6 دور، انا جايبة الـ4 دور. هي شكل فلامنجو، لون منتي جرين، اللون الاخضر الحلو اللي عليه فلامنجو ده. بصوا بيبقى كده شكلها لما بتتركب، هي معاها المواسير بتاعتها والبلاستيكات وكله، ده بيبقى شكلها لما بتتركب اهو. دي انا مش جايباها لاوضه النوم ولا للشقه نفسها، انا جايباها للسلم بره قدام البيت، قدام الباب يعني، قدام البيت اي حد هيجي مثلا يحط الشوزه بتاعته بدل ما يرميها كده من بره، او مثلا احنا جايين من بره في ظل كورونا والكلام ده، بدل ما ندخل بالشوزه الشقه وكده نحطها بره لحد ما نعقمها. وان شاء الله في اوضه النوم هعمل واحده خشب، دي بتاعه الشقه، لكن دي انا جايباها صغيره كده، لان دي اصلا لو حطيتها في الشقه جوه مش هتكفي ربع الشوزات بتاعتي، فانا جايبه دي للسلم بره. سعرها تقريبا كان 85 جنيه. تمام. فكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوا الفيديوهات اللي جايه، حاجات عظمه. باي باي.